أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى مبينا حماية الضعفاء في مجتمع المسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الآيات. يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا، اتقوا ربكم، ارجعوا إلى الله، وقوا أنفسكم عذاب الله، فالدنيا ماضية. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بأن تطيعوه ولا تشركوا معه طاعة غيره من المخلوقات، تعبدونه وتطيعونه وحده لا شريك له، فتطيعونه بما أمركم به وتجتنبون ما نهاكم عنه، مع الإيمان أن هذه الطاعة إيمانا يقينيا، أن هذه الطاعة هي طاعة لله بإخلاص، لأنه هو الذي يطاع وغيره مخلوق وهو الخالق. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق أصلكم من سلالة واحدة انسلت من أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام. خلقكم من نفس واحدة هي آدم الذي خلقه الله من تراب، وخلق منها زوجها، خلقت حواء من ضلع آدم. لا تفهموا كما كنت أفهم أنا صغير أنه ألع خلع له ضلع وسوى منه حواء، لا، خلية من خلايا ضلع آدم يقول الله لها كن فكانت حواء. نام آدم فخلق الله من ضلعه حواء، فاستيقظ فوجدها تجلس عند رأسه فاستأنس بها فزوجه الله إياها، هكذا ورد في الأحاديث. وخلق منها من هذه النفس الواحدة وهو آدم زوجها حواء، وبث منهما، بث من آدم وحواء عن طريق الولادة والنسل، رجالا كثيرا ونساء كثيرات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، يعني اهتماماتها وميلان قلبها واستئناسها وركونها إلى الرجل. وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فالرجل يستأنس بالأرض وبما خرج من الأرض من أملاك ومن عقارات ومن نباتات ومن صناعات وخير ذلك، ويطمئن إلى ذلك. طبعا هو يحب المرأة ويريد أن يتزوجها، ولكن أيضا يريد أن يحصل ما يسعدها ويسعد نفسه، فهو يميل إلى الأرض وجعلت نهمته في الأرض. والمرأة تحب الرجل، فلو خيرت بين الأملاك والأشياء وكذا والزوج الصالح والرجل الفتى أحلامها لاختارت فتى أحلامها عن كل شيء، لأن نهمتها في الرجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت المرأة، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. الضلع ما مستقيم هكذا، إنما بلف على الرئتين، ضلع أعوج تشبيه يعني. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، بنعكف الضلع في الآخر عوج سديد ليلتحم بعظم القص، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، فدارها تستمتع بها. في رواية: وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. كيف يعني بها عوج؟ هل هذا ذم للمرأة؟ لا، ولكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق عن الله،
يعرف الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. فالمرأة تغلب عاطفتها على عقلانيتها، ولذلك تجدها تتأثر بالعاطفة. فإذا أنت ذهبت كل شيء تناقشها بالأخذ والأدلة والكذا، لا تستطيع أن تصل معها إلى شيء، لأن عاطفتها تغلب عليها. إن أخذها الرجل بالعاطفة بالمحبة بالليونة بالكذا، تشوف انسجمت وتحبه وبصير تموت فيه. بعض الرجال الذين يكذبون على النساء بتحبه بتموت فيه، واحد ماشي لا هذا ما بصير وهذا بصير والدليل كذا، ما بتحبه تنزعج تقول له دائما بدك تسير دروس. فالمرأة تغلب عاطفتها على عقلانيتها، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. لازم تعرف إنه مو كل شيء في الحياة الزوجية يصير على المعقول وعلى كذا. بدها زوجة مثل ما اشترت جارتها، لك يا بنت الحلال ما عندنا، ايه ما عندك ايش انا اسوي لك، ولكن لو قال لها ان شاء الله واذا اخرين واخذها بالعاطفة تستأنس وتستعد وتستلز، واخذها بالتوجيه الرباني ايضا العاطفة تجاه طاعة الخالق سبحانه وتعالى موجودة، والمرأة ايمانها جيد وقوي. أما إذا أخذها بالحزم والرئر وكذا قد تخضع وتسكت، ولكن لا تستقيم معه العيش معها. ثم يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يكرر الأمر بتقوى الله وهو التزام طاعته واجتناب ما نهى عنه مع الإيمان. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. كان يقول دائما الرجل للآخر ولو كان قبل الإسلام في الجاهلية أسألك بالله والرحم، يعني إكراما لله أن تعمل لي كذا، أن تبعد عني شر كذا. تساءلون يسأل بعضكم بعضا به بالله والأرحام، والأرحام قراءتين، والقراءات في القرآن كالآية مع الآية. قراءة والأرحام أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. أما قراءة الجر والأرحام أي اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، يسأل بعضكم بعضا بالرحم، أي أسألك بالقرابة ألا تؤذيني أن تفعل كذا. إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا يعني حافظا مراقبا مطلعا على أحوالكم، ما في شيء تعملوه إلا مسجل عليكم، فانتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لهذه الرقابة. أيها الناس، أيها المؤمنون، عندما كنا نعيش في سوريا ويشعر بهذا كل إنسان يعيش تحت حكم عسكري ظالم متسلط عميل عدو، كنا إذا تكلم الإنسان مع أخيه، أخيه ابن أمه أبوه، يخاف ليكون سمعه أحد، مع زوجته مع أخته ليكون سمعت وحدة توصل الكلام للأمن، والأمن يخرب بيته وبيت أبوه. فحتى جعلونا نظن أن الأمن يعيشون معنا في بيوتنا. كنت في السعودية عندما خرجنا من ديارنا وأهلينا ثاني مرة، كنت في السعودية أدرس في الجامعة، وكنت أصلي في جامع كذا أنا وزوجتي التراويح، وإذا بأشخاص من الأمن يرسلون لنا من سوريا، إجا تقرير للأمن أنك تصلي في جامع كذا وزوجتك تصلي في جامع كذا مع النساء فلان وفلان وفلان. هم لا يعلمون كل شيء، ولكن حتى يخيفوننا، حتى يرهبوننا، ويظن الإنسان أن هؤلاء يعرفون كل شيء ويسجلون عليك كل شيء. إذا كان البشر نخاف منهم وننتبه في كلامنا وننتبه في سلوكنا خوفا من البشر، فما بالك برب البشر الذي إذا فكرت هذا التفكير في عندك، الله خلقه لك، جعلك تختار الخير والشر، ولكن من الذي خلق هذا التفكير؟ الله. فكيف لا يعلمه؟ ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ فهو يعلم نياتكم أيها الناس، ومطلع على أحوالكم ومسجل عليكم، كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. يوم القيامة عندما يفتح المجرم كتابه فيجد أشياء، والله مزبوط أنا عملت هذه الأشياء بس ما راحت عن ذهني، وإذا هي مسجلة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحصاه الله ونسوه، إن الله والله على كل شيء شهيد، شاهد لأعمالكم. هنا يقول ربنا
إن الله كان عليكم رقيبا. فربنا تبارك وتعالى يذكر الناس جميعا أن أصل الناس من أب واحد. أين الإنسانية عندما تسيل الدماء في القرن 21؟ أين البشرية؟ هل هؤلاء من أولاد آدم أم من أولاد الوحوش؟ هم عمليا من نسل من يشبهون صورة آدم، ولكنهم هذا نظريا ولكن عمليا هم أسوأ من الوحوش والعياذ بالله تعالى. فالله يذكر الخلق جميعا أنهم من أب واحد ومن أم واحدة، ولا ينبغي أن ينخلعوا من دين الله ثم ينخلعوا من الإنسانية فيكونوا كالوحوش كما نراه في القرن العشرين والواحد في آخر القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. ثم تلتفت الآيات إلى رعاية بعد التذكير بالله وبأوامره، يأمر الله سبحانه وتعالى برعاية الضعفاء في المجتمع الإسلامي، فيقول سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، لأنه يعني إذا كان بعد سن البلوغ مات أبوه نقول عنه يتيم، أنا عمري 70-80 سنة، قريب 80 سنة يتيم. لا، من فقد أباه وهو دون سن البلوغ هذا يحتاج للرعاية والمحافظة على ماله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان لأحدهم شاة هزيلة واليتيم شاة سمينة، فيأخذ شاة اليتيم ويحط له الهزيلة ويقول: شاة بشاة، يا الله ما في تكليف، كما يفعل بعض الجشعين اليوم، بيأخذ المال الجيد له وبيعطي الرديء، يقول لك هذا مثل ما في تكليف. ما في تكليف، لا تأخذ مال غيرك، خصوصا إذا كان ضعيفا يتيما. ولا تتبدلوا الخبيث، يعني تتركوا مالكم الرديء وتأخذوا بدلا عنه الجيد، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أيضا الآية تشير إلى أن الخبيث يعني الحرام والطيب الحلال. لا تتركوا المال الحلال الذي تأخذونه بسعيكم وتعبكم وعملكم وتتركوا وتأخذوا بدلا عنه، تتركوا المال الحلال وتأخذوا بدلا عنه المال الحرام وهو مال اليتيم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كيف يأكلون أموالهم؟ قال يخلط ماله مال يتيم حتى يأكل شوي من مال يتيم أو كل مال يتيم. لا يخلط ماله مال يتيم من أجل أن يعطي لليتيم أكثر أو من أجل أن يسعد اليتيم، لا، من أجل أن يأكل ويستفيد من مال يتيم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أكل مال اليتيم سواء بالخلط أو بالأخذ ذنبا عظيما، ذنبا كبيرا. الحوب الذنب، حوبا كبيرا أي ذنبا كبيرا. ويدل على أن الحوب الذنب ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا أيوب الأنصاري طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا، يعني كان ذنبا، لأنها امرأة صالحة تطلقها بدون سبب حرام. حوب يعني ذنب. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم أيوب لحوب، يعني لذنب عظيم، فأمسكها أبو أيوب ولم يطلقها. إذن أكل أموال اليتامى حوبا كبيرا، يعني ذنبا عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أول شيء ينبغي أن ننبه أن ما علاقة اليتامى بالنكاح مثنى وثلاثة ورباع؟ سبب النزول يوضح ذلك. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، يعني تزوجها، وكان لها عذق، يعني شوية نخلات، مجموعة من النخل، وكان يمسكها عليه، يعني مخليها زوجته من أجل أن هذا النخل يبقى له يستفيد منه هو وياها، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني لا بحبها ولا بريدها ولا مهتم فيها كزوجه، إنما حبه لها النخلات اللي بتملكها بس، خليها عنده من أجل النخلات.
فنزلت هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. يعني إذا كان ما بدك تتزوجها لأنه بدك تريدها، إذا تتزوجها مشان مالها اتركها لا تزوجها، روح تزوج غير النساء كثير، تزوج واحدة وتنتين وثلاثة ولا تزوج هذه اليتيمة وتظلمها. المرأة تريد أن يتزوجها الرجل الذي يريدها هي كأنثى لا الذي يريد مالها. وعن ابن شهاب قال البخاري، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا الآية. قالت: يا ابن أختي، عائشة تقول لابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني عم ربيها وليها ابن عمها، مثلا ميتين كله أقارب عمها وكذا، ابن عمها هو بيصرف عليها أو بربيها، تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. جميلة ليش يفرط فيها وعند مال كثير بيستفيد من ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها. يريد يتزوجها وما يعطيها ما تستحقه من الصداق لأنه ما في تكليف، هي بنت عمه، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، ما بيعطيها مثل ما يعطيها غيره، لا. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. تعطيه أعلى ما تستحق من الصداق والمهر جوز تنكحها، أما تتزوجها ما في تكليف تأكل مالها لا. وأمروا أن ينكحوا، إذا كان ما يستطيعوا يفعلوا ذلك أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم غيرهن من النساء أو سواهن من النساء. إذن هذا سبب نزول الآية، أن يترك إذا كان ما بده يعطي حق اليتيمة ما يتزوجها، يتزوج غيرها، في غيرها يتزوجها مثنى وثلاثة ورباع. نأتي إلى تتمة الآية. الآية أفادت في آخرها أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربع فقط لا أكثر، فقد قصرت الآية الرجال على أربع، وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا خمسة ستة سبعة إلى آخره. هاي في الجاهلية، جاهلية العرب. أما في جاهلية القرن العشرين اسمه في أوروبا بس واحدة، ما بجوز أكثر من واحدة، ولكن له من الخلائل المتزوجات وغير المتزوجات الكثير والعياذ بالله تعالى. فهو في الظاهر ما تزوج غير واحدة، ولكن في الواقع نقل الأمراض من واحدة إلى أخرى إلى آخر إلى زوجته إلى غيره، وهو الفساد في الأرض. فالإسلام عندما أسبح وأباح التزوج بأكثر من واحدة لأنه شرع ذلك من أجل أن بعض الناس سيلتقي بأخرى لابد، فإذا كان سيلتقي بأخرى فليعلم أنه ينبغي أن يلتقي بها على شرع الله، وأن لها من الحقوق والواجبات والإنفاق والنوم ليلة عند هذه وليلة عند هذه، يساوي بينهما، يعدل بينهما. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما إذا لم يفعل ذلك واحدة. طيب، مثنى وثلاثة ورباع، ذهب الشيعة إلى أنه مثنى وثلاثة ورباع جمعون، الواو والجمع، قال مثنى ثنتين وثلاثة إيش صار خمسة وأربعة صار تسعة، فقالوا يجوز للرجل أن يتزوج بتسعة، وهذا غير صحيح، لأنه ربنا تبارك وتعالى لم يقل مثنى أو ثلاثة أو رباع على التخيير، لأنه إذا قال مثنى أو ثلاثة أو رباع معناها إذا تزوج واحدة ما بقى بجوز تزوج ثنتين، تزوج ثنتين إذا أن أو سنتين خلاص أو سنتين، اختار التنتين ما بجوز اختار التالتة، اختار على الاختيار، وثلاث أو ثلاث إذا قال القرآن أو ثلاث يعني تزوج ثلاثة، بس تزوج ثلاثة ما بصير تزوج غيرهم. ولكن الآية عندما تقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى غير ثنتين في اللغة، مثنى يعني ثنتين ثنتين، وثلاث أو ثلاثة ثلاثة اللي بتزوج ثلاثة ثلاثة، ورباع أربع أربع، لم يقل تزوجوا ثنتين وثلاث وأربع، هذا بتجمعون على تسعة. وأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من تزوجه بتسع زوجات كان أمرا خاصا به من أجل الجمع بين القبائل والأمم حتى يلتفوا حول الإسلام، هذه حالة خاصة.
والدليل على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع. قال الشافعي رضي الله عنه: قد دلت السنة المبينة عن الله، يعني التي تفسر كتاب الله، أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين علماء المسلمين ما عدا الفرق الشاذ الضال المنحرف عن الإسلام، وهم الشيعة ومن سار على طريقهم. ولنذكر من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع: روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة، اختار أربعة والباقي مبحوق حل لك طالما أسلمت أربعة. وقال الشافعي في مسنده، والإمام الشافعي الإسناد الذي يروي به من أفضل الأسانيد، عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة أيتهن شئت وفارق الأخرى، الخامس بدك تفارقها. قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوزا عاقرا معي منذ 60 سنة، واحدة عجوز ختيارة ما منها شيء وعاقر كمان ما بتولد، فطلقتها وأبقى أربعة. هذه الأحاديث الصحيحة وامثالها تدل على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع. ثم يقول سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، واحدة أو ما ملكت أيمانكم، بملك اليمين لا حق لها الأمة، والآن ما عاد في إماء، فلا حق للزوج أن يأخذ من الحرائر أكثر من أربع. أما بملك اليمين لا تحتاج إلى قسم، ولهن أحكام خاصة. فقوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا أقرب إلا ألا تجوروا وأن تعدلوا بين النساء. فعلى المؤمن إذا أراد أن يتزوج يعرف أن المرأة الثانية أو الثالثة لها حقوق الزوجية مثل الأولى، وكلهم سواء، يعدل بينهن في الإنفاق وفي الكسوة وفي السكن وفي كذا، إذا كان استطاع أن يفعل ذلك فبها ونعمة، لا يستطيع يصبر على واحدة، وإلا من مال إلى إحدى زوجتيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الله وأحد شقيه مائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحماية المستضعفين في المجتمع الإسلامي، ونتم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.